ماش عندي حتى شي واحد عرفني واكل ولا ما واكلاش، كيطيبوا قدامي، حنا مظلومين ومقهورين ومقهورين تحت الله. اش بغاو عندي؟ انا باغا غير حقي. ولدي كياكل العصا قدامي وانا كنشوف. كيدخلوا امي هي مسجله هي واختي، مدخله امي للكراج وكتضربوا بالشيته، حاشاكم بالشطابه كتضربوا مسكين. اختي كتقولي انت ها كدير لي غير هكا، كتقولي ها اللي كيهضر معك جيبي هو اللي كيهضر معك، اري ما تطيري وري ما تنزلي، كتبيعي بالسيف عليك، ما تسكنيش مع امنا. علاش؟ شنو كندير لهاد امي؟ لاحت عليا الباطل، ولكن فاش ولدت جات لعندي، فهمتيني؟ فاش ولدت ولدي الكبير جات لعندي، وانا واخا هكاك قلت ماشي مشكل الله يسمح لنا من الوالدين، استقبلتها ودخلتها وبقات علاقتي معها مزيانه حتى طاح بالطيحه ديالو الاخرى. فاش طاح بالطيحه ديالو الاخرى بدات واحد اختي اللي كانت مقابله كتشكى، طلعت عندها الطبيب بقات كتشكى انا بزاف عليا وتا انا خصني نخدم وتا انا خصني ندير. جيت عند اختي الكبيره كانت غادا عند بنتها للسعوديه، قلت لها ايه هادشي اللي كتقول راه حشومه، راه بانا كاملين، ولكن انا عندي الوليد صغير. ديك الساعات كانت عند ولدي غير 3 سنين ومريض، عنده التوحد وعنده السكري وعنده فقر الدم. قلت انا عندي الولد صغير ومريض، وحتى انا كل ساعه كنهزو للطبيب، كل ساعه كندير تحليله، عطوني السكنه. ديك الساعات انا راني كاريه وبخير، يعني ما كانت لا كورونا لا والو، لا ماشي مع راجلي، انا مفروقه مع راجلي، انا راجلي تفارقت معاه ورجعت هي فاش تزاد هذا الوليد وعاودنا تفارقنا. لحقاش راجلي انا راه في عمره 64 عام، راجلي راه كيدير غير كرسي في سيدي بوسكري، نهار كيخدم ونهار كيشد صاحبه، يعني ما عندوش شي مدخول قار ولا كيقولك انا في هذه البلاصه من غدا ما نبقاش فيها، فهمتي؟ كينوض لهم الصداع تما بزاف. انا اصلا ولدي راه خدام مسكين في لافوار، دابا جالس مع باه وخدام في لافوار باش يعاون باه ويعاونني انا، راه ما كاينش اللي خدام علينا. هذا الوليد الكبير مسكين هو عيا ما يقلب على الخدمه، ما لقاش اليومين هذا. ملي رجعت للدار لحقاش رجعت، انا ما كنتش باغا نرجع كاع، اقسم لك بالله ولدي ما كنت باغا نرجع. انا فصفت لهم الانذار على حساب حقي، جاوبوني واحد الجواب صافي، داك الجواب بحال يفشلني. واش انا كنطالبكم بحقي في الدار باش ديروا معايا الحل؟ جاوبوني هما بانني خرجت 25 سنه، الجواب باقي عندي بان خرجت ب 25 سنه وما كيعرفونيش، تزوجت وولدت وما كيعرفوا عليا حتى شي حاجه، وهذا الشيء غير الكذوب. الناس حي على قدو كيشهد بانهم ما كانوش كيخرجوا من عندي، لا خواتاتي ولا امي كيجيو لعندي وكنمشي لعندهم. هذه السبب ديال اختي الكبيره، كنت عطاوني الكراج زعما غير فين نرتاح، فهمتيني؟ ديك الساعات انا راه كاريه داري، قلت لها راه بزاف عليها تزبه بصح، قلت لها كتبغي تخرج تقضي شي غرض ولا حتى الحمام هو التالي، على الاقل منين تخرج هي نكون انا هنا. وانا قلت لها داري راه ما غنفرطش فيها، راه ما غنفرطش في كراتي، انا غير فين نرتاح انا وهذا الوليد على ما جات. لحقاش حنا دارنا راه جلسها في الفيديوهات الاولين، راه كل واحد كياكل بوحده، كل واحد كيصرف على راسه، ما كاينش داك اللمه العائله ولا شي حن في شي ولا ما كايناش، ما عرفناهاش من صغرنا. قالت لك لا انت ما تصلحيناش ما تلاقيناش. بقيت كنشوف فيها، قلت لها امي سمعتي بنتك شنو قالت؟ قالت لي اه اللي قالت اختك هو اللي كاين. خرجت بحالاتي، مشيت بستبا في الطبيب عنقته، قلت له با متسامحين مشيت بحالاتي، لدرجه ما تبا موراها بسبع شهور ما عيطوليش، ما شفتش الموس ديالو عندهم المرسي. وكيكذبوا على الناس كيقولوا لهم راه في وجده مع عجوزتها، وانا ما عنديش عجوزتي. الناس اللي سولوا صحاباتي دابا فاش تلاقيتهم وعزاوني في با، قالوا راه بغينا نعزيوك راه مالين داركم، شي كيقول لي الرباط شي كيقول لي كازا. قلت لهم انا راه كنت غير في مكناس غير حداهم وعندهم نمرتي، وتشاوروا عليا بان ما يعيطوليش. قالك ما رضاوش الناس يشوفوني، ما رضاوش بيا. فاش جاني الخبر ديال مود با هبط نشري غير لولدي حاشاكم ليكوش والحليب في ايامات كورونا، مات نهار غيعلنوا بالحجر الصحي. هبطت للمدينه نشري غير لولدي المسائل ديالو، حتى لقيت اختي وخويا وبناتها، عاد قالت لي راه با مات. هذاك النهار كانت 3 ايام ديال با، بقيت مصدومه غير كنشوف فيها. هذوك البياعه والشرايه كانوا حابسينهم على البيع والشراء، بقاو غير كيشوفوا فيها، حتى ناض واحد السيد مسكين صرفقني، قال لي اختي نرجعوا لله. جاتني بحال اللي كنحلم، بحال اللي فهمتي، والولد معايا صغير لدرجه رخيته من يدي بقوه ما تصدمت. هادو خوتي وشهد بهم خويا، انا مازال كنقولها قدام الله وقدام العبد. نهار جا عندي خويا لداري قلت له ماشي حشومه عليهم، قلت له ما يعيطوليش لبا، وهبط لعند واحد خويا الصغيره في طنجه، قال لي ايه اختي ما بغاوش يعيطولك، راك جلست فلانه وفلانه وقال لك ما نعيطولهاش باش ما يشوفوهاش الناس. حتى واحد دابا اللي باقا ما شفتوش، ما عنديش نمرتو، ما عرفتوش شنو كيقول، هو الكبير فينا هذاك اللي ما غاديش نحكم عليه، لحقاش باقا ما تواصلتش معاه، باقا ما عرفتوش شنو قال. حتى واحد
لدرجة تصور أن خويا وأختي عام 8 شهور وما كيجيو عندي لداري، ولدرجة أن فاش بغيت نمشي لدارنا راه ما جيتش ودخلت هكاك، راه جيت لعند خويا بنهار قبل. أنا راه قلتها لولدي، قلت له نوضة ولدي نهزو، اللي بعتو بعتو واللي لحتو لحتو، واللي بقى لي دوك جوج شريوطات كوكوط وبوطة ومعناس فين طيب، قلت له نوضة ولدي نهزو هادشي ونهبطو ندخلو، راه عندي حق تما. هاد الولد دابا اللي تاهمينو أقسم بالله، قال لي لا ماما، قال لي راه كاينة مي صوني عليها، كاين خوك هو كيجي لعندك كتمشي لعنده، هبطي لعندو وعلميهم، حتى لما بغاوناش نسكنو يحطوا لنا غير الحويجات، انا غنشوف فين غنهز راسي، وانت وخويا قال لي قلبي على راسك فين غادي تمشي. دابا تهم ولدي بان امي ضربها، وانا عندي شهاده الناس، قال كي الا بغاونا نشهدوا بلا ما يعرفونا نشهدوا لذاك الولد. دابا امي فاش نقات عليا داخل خويا حتى لجوج الليل، انا من الوحده ونص وانا في ديك باب الدار، ما بغاتش تحل عليا الباب، لحقاش انا فاش كنت جايه اصلا بالهوندا، علمت خويا بنهار وصونيت عليها، قال لي بيناتكم ومسجل خويا عندي كيشهد فمه بانها غتحط الباطل على ولدي، ومسجل عندي بان كيقول لي عندك امك راها بوحطيه راه غتهبط لك شي واحد في ولادك الحبس، هما مشي كل شيء عندي مسجل، واخا هكاك وما راه عادش. في الجوج الليل داخل خويا ينعس، جاي من القهوه سدات، قلت له واش غادي نبقى هنا في الباب انا وهذا الولد نتكرفصوا في الزنقه، وعندنا واحد الحيش غادي نقول لكم مخلطين فيه شي اربعه الاحياء. قال لي ما عندي ما ندير لك، هي غتحل عليا الباب وبوسي لها رجليها، هذيك اللي حنيت نبوسلها على رجليها شنقات عليا من هنا. جا خويا من اللور كيجر وكيضرب باش نوض، وانا شاده غير في الباب باش ما ترخينيش هي ونطيح على فمي. بقى ولدي كيشوف فيها، جا جر خويا حيد لها يديها من هنا، قال لها تلقى امي بلا شوها، احنا ما غندخلوش عليك كاع. قالت له امي كويك ضربني ومشات فلقات راسها ولا جرحات راسها هنا، جرني من شعري ومخرجني. دابا راه كاينين شهود، كاينين ناس مقابلين معانا، قال لك نشهدوا لذاك الولد ولكن شهدوا شهاده مخفيه، ما يعرفوناش بان احنا اللي شهدنا. كنطلب ولدي غير حقي، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير حقي. دابا المحكمه باش غندير هذا المحامي؟ المحكمه كتمشي وثيقه، الا بغيت انا عاد سولت على وثيقه باش نكتبها باش نطالب بحقي، لقيتها دايره 3600، ما عنديش ولدي انا الغداء الله ولا عشاء الله، الا ما عطانيش داك الولد وحباب الله راه كنبقى بالجوع. اقسم لك بالله دابا اللي كنهضر معاك انا الا الغداء ما مغدياش، اقسم لك بالله، غير واحد جارتنا مسكينه صفطات الطبيصيل ديال الكسكسو كلا وغير الدراري، قال لي زيدي تاكل ماما، قلت له ما فيا ما ياكل، وانا غير باش ياكلوا هما ويشبعوا. اقسم لك بالله ورا الله شاهد وها الجيران شاهدين على هذا الشيء اللي كنقول، وحق لا اله الا الله محمد رسول الله، بغيت غير حقي، بغيت غير حقي، راه حنا مظلومين ومقهورين ومقهورين تحت الله، اش بغاو عندي؟ انا باغا غير حقي. قالت لك تبيعي بالسيف عليك، ما تسكنيش مع امك، علاش؟ شنو كندير لهاد امي؟ على هاد امي ملي كانت كتجي عندي للدار وكنستقبلها وكنرحب بها، ونهار كانت كتجي عندي امي وكتشكالي منهم، اقسم بالله الا كنت كنبغي نهبط نقتلهم، هي اللي كتشدني كتقول لك لا بلاش، كنقولها علاش كتجي امي كتفرعي لي راسي هاك، وعلاش امي كتجي تعمري لي راسي؟ ما عرفتش انا شكون هذا اللي غادي يشري مني حاليا. انا حاجه وحده، نهار دخل واحد ولد جيراننا، كبرنا قد قد في الدرب، سكننا قد قد في الدرب، قال غيدخل مسكين باش ينهي هاد الصداع، دخل قال لي شنو كطلبي؟ قلت له انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير حقي. قالت لي هي نطقات قدام وقدام الجيراننا، قالت لي سيري راه المحكمه. انا حقاش لقاني ولد جيراننا، قال لي من الاحسن من الاحسن، قال لي ديري حل، وبغيت ندير الحل ولكن باش تامريني انت بالثمن اللي بغيتي. قالت لي سيري راه المحكمه، الا عطاتك ثلاثه نعطيك انا اربعه، والا عطاتك اربعه نعطيك انا خمسه. ولكن هاد الربعة وهاد الخمسة ولدي شنو ما غنرجعش بها لديور الكرة؟ شنو غدير لي هاد الربعة ولا هاد الخمسة؟ وتا واحد في ولادي ما خدام، واحد مسكين كيقرا البقا هو محشي غير في لافوارات، باش كيركب 20 درهم كتبقى له ديك 600. كياكل منا كيقول ماما راه كناكل 1000 فرنك باش نخلي لك ديك 400، واش 400 غادي تهزني بجوج الولاد؟ وعندي الولد مريض، كون شتي غير الدواء ديالو اللي كنخسر على داك الولد، كنجلسو بالجوع باش يعيش داك الولد. ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت حتى شي حاجه منكم، بغيت حتى انا غير سكنه بحالي بحالكم. منوعه ولدي حاشاك من الطواليت، دابا نصيفط لك الفيديوهات وتشوف فين كنعيش. منوعه حاشاك من السطح، منوعه من بزاف الماء كنمشي نعمرو من السقايه. الضو حتى جابت التريسيان باش يقطع عليا الضو بوحدي في الكراج، وحتى انت كنغوت وهرب داك التريسيان. تعرفوا الناس تما راه عندي مشكل مع دارنا، ما بقاوش كيبغيو يجيو يقطعوا لها الضو. الضو كتهددني به، كتقول غنقطع عليك الضو. ولدي الصغير مسكين زاد مات بالخلعه، ديما كتغوت علينا، ديما الصداع، ديما المشاكل. علاش واش انا جيت عند شي حد قلت له عطيني؟ انا ما جيت عند حد قلت له عطيني، انا طالبه غير حقي، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير حقي. لحقاش لقاو عليا داك الغلب، لان ما عنديش باش غادي نطلع ونهبط، وما عنديش باش غادي نهضر. ولدي كياكل العصا قدامي وانا كنشوف. يدخلوا امي، هي مسجله هي واختي، مدخله امي للكراج.
وكتضربوا بالشيتا حاشاكم بالشطابه كتضربوا مسكين. حتى كليت عليه انا هي مسجله كياكل ولدي العصا قدامي. علاش غندير ولدي هذا الصلح؟ علاش غندير هذا الصلح؟ ومع من غندير هذا الصلح ولدي؟ ما جا عندي حتى شي واحد طيب لي خاطري بشي كلمه طيبه ولا حنينه. ما جا عندي حتى شي واحد عرفني واكله ولا ما واكلاش كيطيبوا قدامي. اختي مؤخرا جات من السعوديه، كنت بعد الاعلام كنت غنديرو في رمضان، عيطات لي بنت اختي وما باقي الادويات بيني وبينها، قالت لي حبسي عافاك هذا الشيء حتى يدوز رمضان، حنا غادي نجيو نديرو لكم الحل، الا ما شديتي السكنه غتشدي ثمن زوين. قلت انا صافي راه جايه من السعوديه راه غادي دير لي الحل. نهار جات من السعوديه مشات ما جايبه لي البوليس، سدات عليا من برا وجابت لي ماشي هي اللي جابت لي البوليس، انا اللي صونيت على البوليس. سدات انا قياله في السبوع خدامه عند جيراننا، كتسد لي الهضره، خدامه عند المراه في السبوع. راجلي عيط قال لي راه غادي يهبط ايوب غيبات معاكم اليوم. قلت له واخا. دارت ديك 12 الليل قلت له ما جاش خوك، خرجت انا الوليد الصغير حيت قيل داك النهار 38 درجه الحراره، شاريه له جوج سيرويات وخليته مع خوهم مشيت نخدم على طرف الخبز. منين جيت قلت له ما جاش خوك قال لي ما جاش، قلت له واش داك الباب؟ قال لي ولا جا. قلت له لا جا راه غادي يدق وحلوا الباب. غير هو دخل ولدي وما ناضوا سدوا عليا الباب من السلك من برا. منين طليت عليها درت الكرسي وطليت عليها قلت لها واش انت اللي سديتي الباب؟ قالت لي اي. قلت لها علاش؟ قالت لي حتى نعرفوا شكون دخل. قلت لها ولا بغيتي تعرفي شكون دخل حلي الباب وتعرفي شكون دخل، دخلي من الداخل حيت عندي باب معاهم من الداخل. قلت لها حلي الباب من الداخل وتعرفي شكون دخل، يعني هذا اللي دخل راه ماشي ديناصور ولا عنده ميترايوز في يده، راه غادي تعرفي شكون. قالت لي تما غتبقاي حتى الصباح. عاد صونيت على واحد الصديقه ديالي قلت لها صوني لي على البوليس. عاد خمسه مسكينه صونات قالوا لها خصها هي اللي تصوني علينا بنمرته. عاد صونيت بنمرتي قلت لهم عتقوني راه الولد عندي مريض، كنت خلي الولد في الغيبوبه وانتم سادين عليا من برا. دابا قال لك الا زدتي هضرتي في الاعلام والا زدتي شكيتي غنسدوا عليك وغنشعلوا فيك العافيه وتما غادي تموتي وما كاينش اللي غادي يجيب اخبارك. انت ما عندكش فيني. كنهضر مع هاد اختي كتقول لي ها كدير لي غير هكا كتقول لي ها اللي كيهضر معك جيبي هو اللي كيهضر معك. اري ما طيري وري ما تنزلي. فين غنوصل لولدي بهاد الحقره؟ باغيين يضيعوني في وليداتي، ربيت وقريت وديت للمدرسه وجبت من المدرسه، ما حتى واحد فيهم ما مدوزش شي نهار الحبس، حتى واحد فيهم ما عنده شي دوسي موسخ، علاش باغيين توسخوا لي ولادي بالحبس على الباطل؟ علاش؟ اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.